أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. وكان معنا سؤال لسائل بيقول في قوله سبحانه وتعالى اللي هو دعوة سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو صاحب السؤال بيقول إيه معنى هذه الدعوة، وإيه المقصود بإنه الظالم يعني من الظالم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأخي الفاضل، ربنا سبحانه وتعالى علمنا في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أهل التفسير قالوا إنه فنادى في الظلمات، يعني ايه الظلمات وليه جت جمع، مش نادى في الظلمه، قالوا في الظلمات. ليه السياق قال في الظلمات؟ لان هنا الجمع راجع للظلمات اللي تكالبت عليه وشده الظلمه وتكاثفها، في الظلمه المتكاثفه، ظلمه في بطن الحوت وظلمه في بطن في البحر وظلمه الليل، عشان كده فنادى في الظلمات وتوجه إلى الله. قال لا إله إلا أنت، ده إقرار من نبي الله يونس عليه السلام بكلمة التوحيد وتنشيط النفس بالذكر بهذه الحقيقة. ولا إله إلا أنت سبحانك، ده تنزيه للمولى سبحانه وتعالى عن كل النقائص. الطبيعة أنه الإنسان يخالف الحق ويبقى منه نقائص، دي طبيعة المخلوق، إنما الخالق سبحانه منزه عن كل نقص جل جلال الله. إني كنت من الظالمين. ليه سيدنا يونس قال كده؟ لأن سيدنا يونس عليه السلام هو راح فر أو قام بالفرار من غير إذن المولى سبحانه وتعالى من القرية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بتبليغ الرسالة فيها لقومه. فعشان هم لم يؤمنوا وما سمعوش كلام سيدنا يونس عليه السلام، فاتخنق بقى وزهق ويعني مشي، فلأنه ضاق ذرعا بما صنعوا وعمال يبلغهم ويبين لهم الآيات وهم ما فيش استجابة، فهو راح مشي تركهم دون إذن من ربه سبحانه وتعالى. فكانت قصة بقى أنه طلع السفينة وحبوا يخففوا السفينة، وبعدين عملوا قرعة، وبعد كده ألقي به في البحر فابتلعوا الحوت. فلما ابتلعوا الحوت في بطن الحوت، ودي كانت آية ومعجزة، رجع إلى ربه تائبا مستشفعا بكلمة التوحيد، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أنا الآن من التائبين يا رب. يونس ده دعاء كله تضرع وفيه من حسن الطلب ما فيه، لذلك جت الإجابة على طول بفاء السرعة في اللغة، مش قال واستجبنا، قال فاستجبنا له، جاءت فاء السرعة لأنه كان فيه إخلاص واعتراف بما ارتكب سيدنا يونس عليه السلام. وبعدين سبحانه وتعالى بيّن الاستجابة ووضح فاستجبنا له، وبعدين قال ونجيناه من الغم، أي من غمه، ده غم، وأي غم، ألقوه في البحر والبحر التقم الحوت وهو في بطن الحوت في ظلمات وفي غم ما بعده غم بسبب كونه في بطن الحوت، وبسبب انه، وده كان بسبب مسارعة انه تسرع وعدم تمهله وانه يصبر على قومه وانه ما يتحركش ويسيبهم الا لما يأذن الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى في هذا السياق ايضا بشرنا بانه كما انجينا يونس من كرب الحبس اذ دعانا كذلك ننجي المؤمنين، يعني كذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا استغاثوا بنا. فتيجي القصة هنا تديك معنى وترشد إلى ضرورة إنه الإنسان مهما يمر بيه من أمور، سواء هو كان ليه يد فيها أو ملوش يد فيها، يصبر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هنا ربنا وعد المتضرعين إليه بالدعاء السائلين المولى تفريج الكروب انه يفرج باذنه وتيسيره جميع الكروب.
ورد في سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مفتاح من مفاتيح الفرج اللي السنة النبوية المطهرة نبهتنا إليها، قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، دعوة سيدنا يونس، إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ادنا بينبهنا للمفتاح المهم اللي القرآن الكريم أشار إليه عشان إحنا نتعلم ندعي بيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. بس الإنسان يدعي بحضور القلب، يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ويستشعر الكلمات اللي هو بيقولها في دعائه، لأن تحريك القلب وانفعال القلب بما يردد الإنسان شيء ضروري جدا في إجابة الدعاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أو وقول سيدنا يونس عليه السلام في الدعاء إني كنت من الظالمين، ده كان في مقام اعتراف سيدنا يونس عليه السلام بالتقصير، وده بيتضمن في معناه إن يا رب أنا قصرت فأنا عايز المغفرة. شوف الجمال، شوف أدب الطلب، مش اغفر لي لأ مرة واحدة، لأ ده أنا غلطت. ده يعني ده نوع من أنواع الدعاء اللي الطلب فيه، لأنه نوع من أنواع الدعاء، لأنه من أنواع الدعاء أنه مرة يكون الطلب يعني يكون بصيغة الطلب المباشر فيقول اغفر لي، ومرة يكون الدعاء بصيغة الإخبار، يعني أنا يا رب أذنبت أنا أخطأت، فيبقى متضمن معنى المغفرة إني كنت من الظالمين. أنه تيجي صيغة الدعاء بأن الإنسان يوصف الحالة بتاعته، فهو بيذكر وبيوصف بين ايدين ربنا وهو بيتضرع تقصيره وعجزه وضعفه وتفريطه في مسألة ما. عشان كده الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال انه بما معنى كلامه، ملخص كلامه في هذه المسألة، بيقول انه لما كان مقام صاحب الحوت في الدعاء والتضرع مقام اعتراف، فناسب، شوف 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 هذا فقه الدعاء مهم، اني بقول ايه، بسأل الله ازاي، والقرآن ما سابلكش حاجة، كل حاجة ذاكرها، سابلك كل تفصيلة، تدعي ايه في المقام ده وتدعي ايه في الوضع ده وتدعي، وجابلك المفاتيح الفرج والخير دي عشان انت تتعلم. فبيقول هنا، بيقول ان مقام سيدنا يونس مقام اعتراف بالذنب، فناسب انه في صيغة دعائه انه يوصف حاله بين يدي مولاه، وهو بيكلم ربه، فيقول له سبحانك إني كنت من الظالمين. فكأنه بيقول ما أصابني الشر إلا بسبب ذنبي أنا، في إن أنا أصابني الشر بسبب ذنبي، ويبقى مقصود الكلام ادفع الضر عني يا رب، ويبقى برضه متضمن فيه طلب المغفرة، ويبقى ده قصده برضه من الدعاء. فلم يذكر في صيغة أو لم يذكر الدعاء بصيغة الطلب المباشر لاستشعاره انه مسيء ظالم، وانه هو الذي ادخل الضرر على نفسه، فاعترف بين يدي ربه بظلمه. عشان كده سأل الله سبحانه وتعالى في طريق دعائه مقام وصف حاله، سبحانك، تنزيه الله سبحانه وتعالى، وبيقول اني كنت من الظالمين. عشان كده ورد عن الحسن انه رضي الله عنه انه قال: ما نجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم. إنه في الدعاء بتاعه ما كانش دعاء طلب، كان دعاء اعتراف بالذنب عن طريق وصف حالته بأنه وقع في هذا الخطأ، فيبقى تضمن دعاءه طلب المغفرة وطلب النجاة. ودي من المعاني الدقيقة. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، لكني أحمل هم التوفيق في الدعاء. هقول إيه وأنا بدعي؟ بماذا سأدعو الله؟ فربنا يرزقنا وإياكم حسن التوفيق في الطلب والدعاء. وبناء على ما سبق إن هذا الدعاء، دعاء سيدنا يونس، فيه تضرع وفيه اعتراف بالتقصير وفيه استشفاع بالتوحيد وفيه سؤال الله تعالى
العافية وكشف الضر، وده نوع يعني جميل جدا ومشهور جدا في الدعاء، وهو اللجوء والتضرع بين يدي أرحم الراحمين لنستمطر الرحمات ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج بقلب صادق، كل يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى يأتي بفرجه، يأتي بفرجه في الوقت المناسب لعبده. فنسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق في هذه العبادة وفي سائر العبادات.